دكتور مختار العشري رئيس النادي المصري للمصريين في باريس. دكتور مختار، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير. اهلا بحضرتك وتحياتي للاستاذ احمد رفعت بيك قلبك. ضيفنا في الاستوديو. بدايه كده عايزين نعرف اخبار الاخبار عندكم ايه، المشهد الانتخابي والاستعدادات وتهيئه بقى السبل كافه حتى يدلي المصري في الخارج بصوته في يعني أيسر الأحوال. هو باختصار كده هجيب لحضرتك يعني البداية للنهاية باختصار. البداية كانت من مؤتمر اتعمل في السفارة المصرية، عملوا معالي السفير علاء بك يوسف، وهو يعتبر رئيس اللجنة هنا اللي السفير. حضرته بين لنا اللي هو التنظيم بتاع الانتخابات هيكون ازاي، وايه التسهيلات اللي هي صادره عن الهيئه الوطنيه للانتخابات. شرح لرموز الجاليه او لقيادات الجاليه ورؤساء الجمعيات والحاضرين، شرح لهم كيفيه الحشد للانتخابات. بدانا بهذه المرحله. بعد كده بدانا ككل جمعيه اهليه او كل مجموعه او كل ناشط سياسي هنا او ناشط في الجاليه، بدانا نعمل حشد للناس ونفهمهم ان السنه دي تختلف عن او الانتخابات السنه دي تنتخب على الانتخابات اللي فاتت. أيوة. الانتخابات السنه دي مصر بتمر بظروف حرجه واوضاعها حرجه، طبعا على المستوى العالمي، مش حرجه لسبب ما، على اساس الظروف اللي بتحيط بيها. فبنقول للناس انزلوا وادعموا الديمقراطيه وادعموا رئيسكم اللي هيتم انتخابه ايا كان الرئيس اللي هتنتخبوه. بعد ما عملنا الحشد حضرتك، بدأت السفارة تجهز هنا اللي هي فيها اللجنة الانتخابية في باريس، بدأ يجهزوا هنا مقر السفارة بحيث لو حصل مطر أو حاجة فحاطين خيام قدام السفارة. أنا هنا موجود من قبل ما تفتح اللجان بساعة ونص تقريبا. حضرتك بتكلميني دلوقتي أنا قدام السفارة. الأمن موجود، طبعا في الأمن الفرنسي، جيش فرنسي موجود وصل قدام السفارة دلوقتي. الخيام موجود عشان خاطر المطر، بيجهزوا جوه الغرفة بتاع إدلاء الأصوات، ومنتظرين الباب يتفتح ان شاء الله الساعه 9 بتوقيت باريس اللي هو عندكم هيبقى 10. لسه فيش حد طبعا من الناخبين وصل، في بس مجموعه حوالي بتاع 5 6 اللي هم بيجهزوا ونحط الاعلام ونوضب لاستقبال الناس. لكن التمركز الاكبر للجاليه المصريه في باريس في اي من الاماكن؟ هي باريس عبارة عن 20 مقاطعة، من باريس 1 باريس 2 لحد 20 مقاطعة. المصريين منتشرين في، ممكن نقول بانتظام، في هذه المقاطعات، في حوالي بتاع 15 مقاطعة منها. لأن العدد المصريين الموجودين هنا كتير، ممكن يصل ل 300 ألف تقريبا. منهم في باريس لوحديها بتاع 200 ألف و100 ألف بره باريس، أو حوالي بتاع 80 ألف. أقصد من سؤالي مدى القرب والبعد من مقر الاقتراع. فهمت سؤال حضرتك. هو حضرتك هنا بصراحة طبعا أنتوا عارفين في المترو الموجود في فرنسا، كانت المترو شبكة المترو الموجودة في مصر اللي كانت بتشرف عليها فرنسا، لأن فرنسا هنا متميزة على مستوى أوروبا بشبكة الأنفاق بتاعتها. المترو هنا أو شبكة الأنفاق هنا بتعمل تيسيرات غير طبيعية. يعني في كل منطقة بنلقى مترو ممكن يسهل عملية الوصول. وإحنا كجمعيات مش عبر الحافلات. لا، ما انا اقول لحضرتك، احنا كجمعيات قلنا لبعض الناخبين اللي عايزين يجوا في منطقه تكون بعيده عن المترو، اي حد مننا هيكون موجود بينتظر يجيب معاه مجموعه وهو جاي. ايوه، سواء كان معاه فين، عربيه فين كبيره مثلا، ميكروباص او عربيته الشخصيه. احنا اي حد عنده صعوبه في الوصول للجان، احنا حاطين تليفوناتنا وحاطين ارقامنا وعلى الفيسبوك، وعارفين لو في اي حد عاوز بيتصل بينا بنبعت له اقرب حد له. فمن ناحيه الوصول للجنه الانتخابيه من ناحيه باريس ما فيش اي مشاكل. هي المشكله فقط لا غير بتبقى بره باريس، اللي على بعد 500 كيلو 400 كيلو 300 كيلو، ده اللي هو بياخد فيه القطر. طبعا ده بيفضل يوم السبت والحد باجازه رسميه، فبياخد اسرته وبينتقل هنا. بيبقى في هنا حفله قدام، حفلات قدام السفاره، حفلات وطنيه، طبعا اغاني وطنيه واعلام، وفي تجمعات. فبييجوا بدل ما يخرجوا مثلا يقضوا ويك اند بره، بيجوا هنا قدام السفاره ينتخبوا ويقضوا معانا يوم جميل. اكثر الفئات اللي رصدتوا ان هي متحمسه وحابه ان هي تنزل على طول للاشتراك في هذا العرس الديمقراطي كما نقول، يعني هل مثلا المراه، هل الشباب،
رصدتوا الفئات العمرية مثلا في هذا الإقبال إزاي؟ هو بصراحة عشان أكون صريح مع حضرتك، الفئة العمرية طبعا بنقولش أكترها مش الشباب، ولكن المميز في هذه المرحلة إن الشباب متحمس عن أي فترة انتخابات سابقة، يعني المرة دي في تحمس أو في حماس من الشباب بطريقة زايدة. أيوه. يعني أيا كانت نسبتهم هتبقى بالنسبة للآخرين لآبائهم إيه أو عائلاتهم، ولكن في مجموعات شباب كتير المرة دي أنا ملاحظ الشباب عندهم حماس غير طبيعي، خاصة بعد الظروف اللي بتحيط بالبلد واللي بيسمعوه والظروف السياسية والأمنية اللي بتحيط بمصر وشايفين الأحداث بتاع غزة وكده. أيوه. الشباب جالهم حماس إنهم ينزلوا يأيدوا مصر، يعني هم بينتخبوا الرئيس بينتخبوا مصر، هم نازلين عشان مصر. الشباب هنا هو جاي بيقول لك انا جاي عشان خاطر مصر. وده شعور جميل ان كل واحد نازل عشان يؤيد بلده او يؤيد الديمقراطيه في بلده، وبالطريقه دي ان شاء الله بمشيئه الله تكون نسبه التصويت عاليه، عشان ده يعتبر دعم للرئيس اللي هو هيفوز بالانتخابات ان شاء الله بمشيئه الله. بكل تاكيد انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا رئيس النادي المصري بباريس دكتور مختار العشري.